هو قال لنا فرشوا السيره، حنا فرشنا فيها، هو جا قدا يقلب السلعه، انا قلت له هذا ما تقلب لي السلعه ديالي. شكون شكون؟ القايد. عقد يدور. القايد شنو البصر؟ اسمه قطعة. اسمه قطعة الساتي. عقد يدور ضربني البوم. ها انت كتشوفي ها الضربه. ها. ضرب قدام الناس اللي كانوا شوف. قدام الناس كاملين. واش ضربوا الناس؟ ضربوا قدام الناس. ضربوا. شنو كنت كتبيع انت؟ العنب. كتبيع عندك العنب؟ عندي العنب. وهذيك العنب اللي كان عندك واش سيبوك ولا ما عملتش؟ هو سيبوه. سيب العنب. الضربه اللي عندك تما بين ديك الضربه اللي عندك تما. اه هي سيدي اه راه قدام الناس ضربني الفم. باش ضرب باش ضربك باش؟ ضربني بيدو. ضربك بالكمال الكمال. ما شافهاش انا ما شفتهاش. ضربك بالبنيه بالكمال. ايوا انت في شي جمعيه داخل في شي جمعيه ديال جمعيه بشار. اي الفواكه. اي عندكم جمعيه ديالكم؟ عندنا. واخا اذا اش كطلب انت؟ اش كطلب؟ اش كطلب؟ اش كطلب؟ كنطلب حقي السيد اللي شد عليا ضربني. الواقع ديالي حطيت السلعه ديالي، عندي اربعه دولات كنخدم عليهم، جيت نترزق الله، علاش هاد القايد كيخلي السلعه كلها وكيجي لعندي بدات هذه ثاني مره؟ انا ما فهمتش علاش. شنو وقع لك معاه؟ شنو وقع؟ طلع لي جا انا كنجمع السلعه وقلب لي السلعه ديالي كامل. شنو الخضره؟ شنو الخضره اللي كانت عندك؟ شنو كان عندك؟ شنو قلب لك في الدار؟ قلب لي ثلاثه صنادق طماطيشه وواحد القرعه ب 100 درهم باش مخلصه. ما تعرفتيش شي اعتداء ولا شي حاجه من انا ما كنسعاش. ما تعرفتيش شي اعتداء ولا شي حاجه؟ لا لا ما اداني ما قرب ما عندوش الحق يحط يدو عليا. شحال هذه وانت كتبيع في السوق؟ شحال هذه وانت كتبيع؟ على سلعتي شوف. شحال هذه وانت كتبيع في السوق؟ انا هما كيعرفوني من قديم. من قديم علاش انا عايشه هاد الحاله علاش؟ كيشوف لي انا ما حال. بدا شنو كطلب؟ بدا شنو كطلب؟ شنو كطلب؟ كنطلب انا حقي يعطيني ما حال نستقر فيه، علاش فيما نحط السلعه انا يجي يقلبها لي؟ واش داخل انت في شي جمعيه؟ ما عنديش جمعيه. عندي اربعه ديال انا ما عنديش جمعيه. علاش ما تنظموا وتدخلوا يكون عندكم التنظيم ديالكم باش يدافع عليكم كامل؟ بغينا نظام. انتم كتساهموا في هذه الفوضى حيت عندكم بزاف ديال الجمعيات. مع من تحاور السلطه؟ مع من انت في النظر ديالك مع من غادي تحاور معاك؟ تعرف القانون ديالها شنو هو؟ السلطه ما عندهاش ما عندهاش قانون. علاش حنا نتزعوا ضروري من الجمعيه؟ السلطه مهما كتهز البيع الشراي وتلوح له سلعته خصها تعرفوا فيها تحطوا، ماشي غتلوح له سلعته تضيعوا ويمشي بحال هو يتكركش. انا كنت كنهضر مع رئيس دائره جا لعندنا هو كيتحاور معنا بصفه عاديه. قلنا له حنا راه باقي ما استفدناش. قالنا انا عندي 99.99% اللي مستافده. جا واحد السيد خدام معاهم في البلديه دفعني وقال لي سير بحالك. اش كتبيع انت؟ انا كنبيع الخضره وكنبيع الفروته. انا خدام. شحال هذه وانت كتبيع في السوق؟ شي 10 سنين هذه تقريبا. 10 سنين ما كنبيع. علاش ما بعتيش اليوم؟ علاش ما انت ما عرفتش تبيع عليك؟ ما خلوناش ما كيخليوناش نحط عا صندوق هزو ولا يتلح في الكاميون يمشي. صافي. علاش علاش ما شنو هو السبب علاش ما خلوكمش يعني اذا كيحاربوكم يعني ما تبيعوش السوق هما حد ديال السوق هو كيقول لك حيدنا هناك هما بحدكم اللي كيحاربكم انت كتشوف كل شيء انت كتشوف الا مالين الحوت ما كيخليوهمش ما كيهضروش معاهم مالين الحوت هما واخا حاطين ما حاطينش في الحوانت ما كيهضروش معاهم مالين الخضره انت داخل في شي جمعيه داخل في شي جمعيه انت داخل في شي جمعيه داخل في الجمعيه مع تكون اسم الجمعيه ديال الخضره والحوانت شو سميتها؟ جمعيه ديال رواج لا جمعية رواج للتنمية البشرية داخل في الجمعية شحال هذه وانت داخل في الجمعية؟ راه من شحال هذه دابا شنو الرأي ديالك في الفوضى اللي كيعيشها الموحد ديال السوق والبائع الجائلين اللي باقي ما قدروش يتنظموا باش يدافعوا عليهم بشكل جماعي؟ دابا المشكل ديالنا حنا ما بغاش تقبلنا السلطة ما بغاش تعطينا عطات لشي ناس قلالين والكثير خلاته نقول لهم حنا فهمتوا ودابا كتجمعوش ما استغليش فيك سير تلاح في البحر كاع ما بسم الله الرحمن الرحيم باسم جمعيه رواج للتنميه البشريه بالعرائش وكممثل لنقابه الخضر والفواكه بالعرائش انا كنشهد كانني ككوني كمواطن كجميع المواطنين شفت واحد التعسفات وواحد التظلمات لما ما اراد الله به هذا مثلا وكنشوف هذه كاين على الواقعه اللي وقعت الواقعه الشاشاتي انت كتشهدتي عليها الشاشه الواقعه شاهدتها انا كتوقع واحد التصرفات مع السيد اللي تعرض اللي قلتوا اعتداء من تعرض لاعتداء من طرف السيد القائد ديال المقاطعه السته بلكم على مستوى الفم ديالو وشاهدها الجميع ديال الباعه شاهدوها
ماشي غير انا، انت شتي في فيديو شنو هي الوضعيه اللي كيعيشوا هاد البائعين يعني بائع الفواكه وبصح خاصه جميع يعني البائعين الوضعيه اللي كيعيشوها هاد الناس في هاد السوق وضعيه مزريه يرثى لها، ما نقدرش نوصفها لك جميع المواصفات. هاد الناس هادو كتهمهم، هاد الناس هادو بغاو غير واحد المكان قار. علاش ما عندكم شي واحد اللي كيتكلم باسم ديالكم؟ عندكم بزاف الجمعيات ما قدرتوش تكتلوا باش تنظموا السوق. كاين حنا شفنا السلطه كتخلق جمعيات اللي هي كتخدم في الصالح ديالها وكتخلق لوبي اللي كيخدم في الصالح ديالها كوسيط بينها وبين ما بين اللي كيخدم يعني المصلحه ديالها، ما كيخدمش المصلحه ديال المواطنين. ولكن هاد الناس هادو اللي شفتهم انا بعيني كيتفاداو التصريحات ديال صاحب جلاله وما كيطبقوش التعليمات ديال صاحب جلاله وكيطبقوا التعليمات اللي كتقول لهم راسهم. البارح الملك كيجيب خطاب هما راه غدا كيصبحوا مقلوبين على هاد الناس، وفي هذا الغياب التام ديال المجلس البلدي اللي انتخبوا هاد الناس باش يحميهم ويدافع عليهم ويدافع على الحقوق ديالهم ويوصلهم بر الامان ويوجد لهم سوق اللي ما يخليش السلطه تعسف عليهم وتضيعهم في حقهم. المجلس في غياب تام، الساكنه كمجتمع مدني ما شفناش شي واحد كيدافع على هاد الشريحه هذه اللي هي من ذوي الدخل الضعيف. شنو هو الموقف ديالكم يعني باش تنظموا السوق؟ الموقف ديالنا كنشوفوا حنا كان عده اختلالات في هذا السوق، منهم المحلات اللي تغيروا في الواجهه، اللي تغيروا في البلان ديال السوق، تزادوا ككوشكات وتزادوا بطريقه غير مباشره اللي دخل فيها حتى هو وسيط اللوبي وتباعوا وشراوا مع القائد مصطفى اللي مشى بحالو وخلى السوق في كارثه ما تقدرش توصف. السوق محتل الداخل، كاين شي سوق كيحتل من داخل الباهو ما عمرنا شفناها، برا الحوانت محتلينهم الناس بطريقه غير مباشره، يعني مصنوعين ككوشكات وبيعون بالفلوس. حنا ما فهمناش، هو مشى بحاله والمشاكل بقاو فيها هاد الكوبريين، ما فهمناش هاد ريزا السلطه علاش ما كيطبقوش التعليمات ديال صاحب الجلاله، كيطبقوا غير اللي بغاو هما وكيبزوا عليك، كيبزوا عليك اللي بغاو هما باش يحنيوا لك راسك الارض واللي قالها هو هي اللي كاينه.